السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرايد نبدأها بأبرز العناوين. نبدأ من صحيفة الرأي القطرية، العنابي يخطف أضواء كوبا أمريكا. في الوطن القطرية استعدادات جدية للموقع الكولومبية. من الشرق القطرية نجوم القدامى الأدعم شرفنا. ننتقل عربيا إلى القبس الكويتية، ربع اللي راح سيبدأون النواح. في المنتخب المغربية رونار يجب أن نؤمن بأنفسنا. الشروق الجزائرية عنونات بلالي وبنجاح ومحرز أوراق رابحة للخضر في الكان. نقرأ من الصباح التونسية وراندي تحرج النسور وتجبر جراس على مراجعة عدة أمور. عالميا ومن ميرور البريطانية 500 ألف استرليني أسبوعيا لبوكبا مقابل بقائه في أول ترافورد. نتابع من سبورت الإسبانية تشيلسي يرفض عرض برشلونة لضم ويليام. في توتو سبورت الإيطالية نقرأ روما يرد بقوة على توتي أوهام لا علاقة لها بالواقع. كانت هذه أبرز العناوين، التفاصيل بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، جولتنا على صحافة العالم نستهلها كالعادة من الدوحة. البداية مع ملحق الراية لنتابع أصداء مشاركة الأدعم في بطولة كوبا أمريكا. الراية عنونت بعد أدائه القوي وتعادله المثير في أول ظهور له بالبطولة العابرة للقارات، العنابي يخطف أضواء كوبا أمريكا. وفي عنوان آخر نقرأ، تبقى أيام على نهاية عقده مع الغرافة، شنايدر يعرض نفسه في تركيا. وفي نفس الغلاف نقرأ، لم أجبر نيمار على التوقيع لسان جيرمان، الخليفي مبابي لن يغادر باريس. إلى صفحات الرأي الداخلية لنتابع من إحداها العنوان التالي، إعلان تصنيف المنتخبات في طريق إلى البطولة القارية وقطر 2022، قرعة آسيا المزدوجة تسحب في أسابيع في السابع عشر من يوليو. أروعنا منتخبا تسعى للوصول إلى مونديال 2022 وكأس آسيا بالصين 2023. ننتقل إلى صفحة أخرى من الراية التي حملت مزيدا من التفاصيل حول مشاركة منتخبنا في كوبا أمريكا. فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا يؤكد بعد المباراة المثيرة، التعادل مع باراغواي إيجابي والعودة كانت مميزة، أكدنا قدرتنا على تسجيل الأهداف والسبب الإرادة القوية للاعبين، تركيزنا الآن على مواجهة كولومبيا ثم الأرجنتين ونأمل في أداء قوي. ومدرب الباراغواي يقول، هدف المعز علي سر التحول، إدواردو النتيجة عادلة لكنها محبطة لنا. وفي الصفحة ذاتها أيضا نقرأ، قدمه له عمدة المدينة بجانب فانيلة نادي بوتافوغو إهداء مفتاح ريو دي جانيرو لرئيس الاتحاد القطري. نختتم جولتنا من الراية بهذا الخبر عن المعرض الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث على هامش بطولة كوبا أمريكا، ونقرأ هذا العنوان في الصفحة الأخيرة، ثمرة التعاون بين اللجنة العليا ومبادرة جول كليك، معرض بالبرازيل يعكس شعبية الكرة في قطر. في الصفحة ذاتها نقرأ، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش سعيد بالتحدي الجديد مع الغرافة.
ونقرأ أيضا في عنوان آخر: في إطار تحضيراته للموسم الجديد، قطر يجدد عقد بجلوف وهاني. من الراية إلى الوطن، والبداية من منشات الغلاف. منتخبنا يتدرب اليوم بملعب المورنبي في ساو باولو، استعدادات جدية للموقع الكولومبية. وأيضا نقرأ: السد يواجه أولوت الإسباني. ونطالع أيضا هذا العنوان عن إيدن هازارد: النجم العالمي اختار الدوحة للاستمتاع بشواطئها الساحرة. هازارد يقضي عطلته في البنانة. إلى الصفحات الداخلية لنتابع ماذا كتبت الوطن عن مشاركة منتخبنا لليد الشاطئية في البطولة الآسيوية، ونقرأ في العنوان: وصل انتصاراته وفاز على أفغانستان بسهولة. منتخب الشاطئية في صدارة الآسيوية. معتصم عبد الواحد: لن نرضى بغير اللقب. نبقى مع ملحق الوطن ونتابع من صفحة أخرى حوارا مع المعز علي، نتابع أبرز ما قاله هداف آسيا. التسجيل في الماراكانا حدث فريد، هدفي في الباراغواي بتوفيق رب العالمين، لم أتوقع أن تسكن الكرة الشباك بهذه الطريقة الجميلة، ودعوات الوالدة كلمة السر. المعز قال أيضا: كنا نستحق الفوز لكن التعادل ليس نتيجة سيئة. صدمت البداية وتوقيت الهدف الأول أربك حساباتنا مبكرا. العودة في الشوط الثاني تؤكد شخصية الفريق والقادم أفضل. هداف آسيا أضاف: مواجهة كولومبيا صعبة وتحتاج إلى جهد مضاعف، ونتطلع لتحقيق أكبر استفادة من البطولة من أجل مونديال 2022. إلى صفحة أخرى من الوطن ومنها نطالع: خلال استقبال سعود المهندي له، زتشي رئيس الاتحاد الجزائري، معسكر الخضر بالدوحة كان مثاليا. نتابع أيضا هذا العنوان في نفس الصفحة: على هامش معسكر الإعداد للمنتخب المالي، الأنصار يستقبل السفير المالي. نختتم جولتنا في الوطن بهذا الخبر عن قلعة الأحلام. خلال معسكره الشهر المقبل، العربي يلعب مع أندية أوروبا بإسبانيا. من الوطن إلى الشرق لنتابع أبرز ما جاء في ملحقها الرياضي، ونبدأ من الغلاف الذي ركز على مشاركة منتخبنا في الكوبا. المهمة التالية: منتخبنا يستعد لمواجهة كولومبيا في كوبا أمريكا. ومن صفحة داخلية للشرق نتابع آراء عدد من نجومنا القدامى حول مشاركة الأدعم في كوبا أمريكا. النجوم القدامى يشيدون بمنتخبنا في كوبا أمريكا، الأدعم شرفنا. عبد الله جاسم يقول: كان بالإمكان أفضل مما كان. يونس أحمد: فريقنا يبشر بالخير. خالد سلمان: شكرا لمنتخبنا. حسين رماحي: تحدي قوي ل 2022. في الصفحة ذاتها نتابع مقالا بعنوان: مشاركتنا وفوزنا ردا على المشككين، بقلم محمد الغريب. أبرز ما جاء في المقال نتابعه في السطور التالية: تعادل بطعم الفوز للأدعم العنابي بطل آسيا في أول مباراة بكوبا أمريكا إيجابيا بهدفين ثمينين أمام منتخب باراغواي القوي جسديا وفنيا وخبرة ميدانية في مثل هذه البطولات الكبيرة. فقد استطاع رجال الأدعم العنابي هز شباك الخصم الذي كان متقدما بهدفين، لكن العنابي لم يستسلم فرد الصاع صاعين، وهذا إنما يدل على المعنويات الكبيرة التي يتمتع بها نجوم العنابي، وجاءت ردا على المشككين. فقد استطاع بطل آسيا أن يوقف المنتخب الباراغواياني وتعادل معه، وكان نجوم منتخبنا مبدعين في الملعب رغم ظروف البطولة وقوة المنتخبات المشاركة. وهذا الأداء الراقي لم يأتي من فراغ، بل جاء بدعم واهتمام المسؤولين عن الكرة القطرية بدولتنا الحبيبة قطر عاصمة الرياضة العالمية. بعيدا عن كرة القدم، نقرأ عن نجاحات منتخبنا للسنوكر في البطولة الآسيوية والمقامة حاليا في الدوحة. استمرار انتصارات سيف وبوكشيشة،
أدعم سنوكر على أعتاب تأهل في بطولة آسيا. على هامش المنافسات قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اللعبة، وأيضا نقرأ علي العبيدلي كنت أتمنى المشاركة قرعة منافسات السكس ريتس في ختام دور المجموعات اليوم 6 مواجهات فاصلة للاعبي الأدعم. إلى صفحة أخرى وهذا الخبر عن الشكب. بهدف دعم الملاك الأهالي في جمال الخيل، الشقب ينظم المهرجان الأول للخيل العربية، الموعد في نوفمبر، تنوع الفعاليات يخدم الجميع. مستمرون مع الشرق ومن صفحة أخرى نتابع هذا الخبر. منظمة الاتصالات الفضائية العربية تحاول لي عنق الحقيقة، قرار المحكمة الفرنسية يزلزل عرب سات، الإعلام الكاذب يدافع عن القراصنة وموزعي قنوات السرقات. جولتنا في الشرق تنتهي مع هذا الخبر ونطالع فيه. مدرب فلسطين الأدعم يستحق نقاط الباراغواي. نذهب إلى جريدة العرب ونفتح غلاف ملحقها الرياضي. عزيمة قطرية في أمريكا الجنوبية، الأدعم في ساو باولو لمواجهة صناع القهوة. وفي الغلاف نتابع أيضا مصير سوريا لم يحدد بعد، تبات يقود الرهيب في الموسم الجديد. إلى الصفحة الأخيرة من جريدة العرب لنتابع منها هذا المقال. الأدعم بصمة وهوية، علي عيسى تحدث عن شخصية منتخبنا الوطني المشارك في بطولة كوبا أمريكا وعن قدرة الأدعم على ترك بصمته في كل بطولة يشارك بها، المزيد مما تناوله الكاتب في مقاله نتابعه سويا. لم يساورنا الشك يوما في أن هذا الجيل من اللاعبين سيواصل الإبداع بعد كأس آسيا التي توج بها رغم إقامتها في إحدى دول الحصار الإمارات، وسيضع بصمته في أي بطولة يشارك فيها، ولذلك لم ينتبنا الخوف على هؤلاء اللاعبين واتحاد الكرة ومن يخططون له في قطر يسعون للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، رغم أنها تعد البطولة الأقوى الثانية بعد كأس العالم. وحتى عندما تأخر الأدعم بهدفين أمام باراغواي في مباراته الافتتاحية لهذه البطولة على ملعب ماراكانا المهيب، لم يتسرب الخوف إلينا، فما قدمه المنتخب من مستوى حتى لو كانت النتيجة الأخيرة هي الخسارة لكفانا، فالمشاركة في هذه البطولات الكبيرة تعد فرصة لا تعوض لاكتساب الخبرة لهذا الجيل من اللاعبين. نختتم جولتنا المحلية من صحيفة ستاد الدوحة وتقرير عن تعميم اتحاد الكرة الأخير بخصوص عقود العمل بين الأندية واللاعبين، نتابع أبرز عناوين التقرير. خرجوا من عباءة كيو اس ال بالمستحقات وما زالوا تحت ضوابطها بالانتقالات، كيف سيتعامل اتحاد الكرة مع العقود السارية للاعبين فوق 33؟ جولتنا في صحافة اليوم مستمرة، ننتقل الآن إلى الكويت لنتابع من جريدة القبس. فاطمة حياة رئيسة لجنة المرأة والسلطان للرياضيين، فهد الصباح سيصبح الرئيس 11 للجنة الأولمبية الكويتية. بنفس الصفحة أيضا نتابع مقالا بعنوان ربع اللي راح سيبدأون النواح، الجريدة تحدثت عن قرب انتهاء خارطة الطريق للرياضة الكويتية بانتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية. الجريدة قالت في الرياضة أصبح الوضع جليا وواضحا للجميع، وسارت رياح الرياضة بما لا تشتهي بعض الطامعين، المزيد مما جاء في المقال نتابع في السطور التالية. انقلبت الصفحة الغابرة بلا رجعة، ولكن هناك أكثر من وال أو مملوك يحاول نقل رسائل مفضوحة، فمنهم من يعتقد أن الكويت دكان يجب أن يكون له مكان وفي أي زمان. الآن من عينهم اللي راح يعرف أنه خارج المنظومة، ولكنه يخطط كعادته لإشعال فتيل الفتنة عن طريق بعض الأدوات، وما أن يتخذ القرار السليم حتى يبدأ بعض هؤلاء من ذباب التواصل الاجتماعي في النواح،
وشحذ عواطف الشارع الرياضي الطيب بالإشارة إلى أنهم حرموا من أعمالهم وأرزاقهم بتهمة الولاء وأقصوا بظلم، والهدف ضرب المنظومة الجديدة. والحقيقة أن من يكون هكذا فدائي لمعازيبه يستحق ما يجري عليه، واحترام الإنسان لنفسه أول لجام للرذائل. من الكويت إلى عمان، ومن جريدة الوطن العمانية نقرأ. في مؤتمر صحفي موسع جسم أشكال يكشف خارطة الطريق لرحلة إعداد منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات القادمة، معسكرات داخلية وخارجية ومباريات ودية تهيئ الأحمر الكبير للتصفيات المزدوجة وخليجي 24. القائمة الأولية للهولندي أروين كومان تضم 34 لاعبا وعودة سهيل والهاجري وعيد والمقبالي، عدم التجديد للعزاني وبقاء محسن درويش واعتبار الأولمبي منتخبا رديفا للمنتخب الأول. نبقى في عمان ولكن هذه المرة مع جريدة عمان، ونقرأ من إحدى صفحات الملحق الرياضي. الهدف ليس تكديس النجوم، مفاجأة أخرى في السيب، وفي النهضة ثلاث استقالات واجتماع عاجل لحل الخلافات. نترك عمان ونذهب إلى العراق ونقرأ من جريدة المدى. اتحاد كرة القدم خروق بالجملة ومساءلة مؤجلة. يونس جاسم سكوت الآسيوي عن التزوير يناقض تعهد سلمان. يطالبون توفير المليارات بلا نقاش لئلا ينزعج الفيفا. استمرار الدوري بحرارة 50 مئوية يهدد حياة اللاعبين. نبقى في العراق لكن هذه المرة مع جريدة الزمان ونطالع. ديربي الفرات بضيافة النجف، النفط يعاقب الطلاب في دوري الكرة ويلاحق أهل العمارة. جولتنا العربية مستمرة ونصل الآن إلى المحطة اللبنانية ونقرأ في البداية غلاف جريدة سوبر وان ماذا جاء فيه. المستحيل ليس قطريا، العنوان يتحدث عن النتيجة الرائعة التي حققها العنابي في مشاركته الأولى بكوبا أمريكا وتعادله مع منتخب باراغواي. مستمرون في لبنان ولكن هذه المرة مع جريدة النهار لنتابع منها هذا التقرير. ارتفاع الأسعار في سوق الانتقالات، تخطيط ضعيف وقلة اللاعبين الجيدين. التقرير تحدث عن زيادة أسعار اللاعبين في الكرة اللبنانية على الرغم من الأزمات المالية التي تعاني منها معظم الفرق. آخر الصحف معنا من لبنان صحيفة الأخبار ونقرأ فيها. في كأس الاتحاد الآسيوي العهد يقهر الوحدات، الصحيفة أشادت بفريق العهد اللبناني الذي تمكن من إلحاقه بالوحدات خسارته الآسيوية الأولى على أرضه بعد 10 مباريات. العهد وبهذا الفوز الذي جاء بهدف وحيد اقترب من التأهل إلى نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي. من لبنان إلى الأردن ونقرأ من جريدة الدستور. ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمنطقة غرب آسيا، الجزيرة يواجه الجيش السوري اليوم والوحدات يخفق في اختبار العهد اللبناني. نصل في جولتنا العربية إلى صحافة شمال إفريقيا والبداية من تونس ونقرأ من جريدة الصباح. في آخر الوديات بوروندي تحرج النسور وتجبر جراس على مراجعة عدة أمور. إذن أنهى المنتخب التونسي مبارياته الودية قبل مشاركته في نهائيات أمم أفريقيا بالفوز على منتخب بوروندي بهدفين لهدف بصعوبة شديدة، مما يفرض على المدرب الفرنسي ألان جيرس مراجعة حساباته قبل المواجهة الأولى له في البطولة أمام منتخب أنغولا الاثنين القادم. ليس بعيدا عن تونس نذهب إلى المغرب وآخر استعدادات أسود الأطلس للمشاركة في الكان ونقرأ من جريدة المنتخب. رونار يجب أن نؤمن بأنفسنا، الفرنسي هيرفي رونار مدرب منتخب المغرب تحدث عن طموحات أسود الأطلس في نهائيات أمم أفريقيا مؤكدا أن المنتخب عازم على تحقيق أفضل النتائج على الرغم من المستوى الذي ظهر به اللاعبون في المباراتين الوديتين الأخيرتين.
نبقى مع المنتخب المغربي ونتابع هذا المقال الذي حمل العنوان التالي: هذه هي الأزمة التي تهدد الأسود في الكان. محمد الجزلي الكاتب في الجريدة تحدث عن بعض المشاكل الدفاعية التي يعاني منها منتخب المغرب والتي ظهرت في مباراتي غامبيا وزامبيا. المزيد مما تناوله الكاتب في مقاله نتابعه في السطور التالية. لم يقدم المنتخب المغربي ما يشفع له بطمأنة الجمهور المغربي خلال مباراتيه الوديتين أمام كل من غامبيا وزامبيا، خصوصا على مستوى خط الدفاع. المهدي بن عطية تراجع أداؤه بشكل ملحوظ وبات عاجزا عن القيام بدوره كما يجب، سواء على مستوى التدخلات أو على مستوى التغطية. وحتى على صعيد وسط الميدان الدفاعي تحوم الكثير من الشكوك بخصوص مستوى كريم الأحمدي الذي عجز عن مسايرة أي إيقاع سريع خلال المباراتين الوديتين، ونفس الشيء بالنسبة لمبارك بوصوفة. أزمة دفاع الأسود ظهرت بشكل فاضح خلال الوديتين أمام غامبيا وزامبيا، وكانت السبب في خسارة المباراتين معا. والأكيد أن هذه الأزمة تشغل بال المدرب رونار كثيرا، وتتطلب منه إيجاد حلول كفيلة بمعالجتها قبل أن تتفاقم أكثر. ونختتم جولتنا العربية من الجزائر ونقرأ من جريدة الشروق: الخضر ينهون استعداداتهم للكان بفوز معنوي على مالي. بلالي ومنجح ومحرز أوراق رابحة وديلور الاكتشاف. ونقرأ أيضا: سيكتشفون اليوم أجواء الكان بعد معسكر الدوحة. الخضر في مصر بعد 10 سنوات وأحليش الشاهد الوحيد على حادثة الأوتوبيس. إلى الصحف العالمية، والبداية من توتو سبورت الإيطالية التي خصصت مساحة للحديث عن تداعيات الرحيل المفاجئ لتوتي عن نادي العاصمة. روما يرد بقوة على توتي، أوهام لا علاقة لها بالواقع. الصحيفة أبرزت تفاصيل البيان الرسمي الذي أصدره نادي روما ردا على أسطورته فرانشيسكو توتي الذي تحدث عن عدم حصوله على فرصة مناسبة، وأن إدارة النادي الأمريكية حاولت إبعاده عن المشهد في السنوات الثمانية الماضية. البيان تحدث بمرارة عن قرار توتي، وأشار في الوقت ذاته إلى أن تصورات أسطورة روما مجرد أوهام بعيدة جدا عن الواقع، وأن إدارة روما عرضت على توتي منصب المدير الرياضي ولا تزال حتى اللحظة تنتظر رده. من إيطاليا إلى إسبانيا، وصحيفة سبورت التي عنونت: تشيلسي يرفض عرض برشلونة لضم ويليان. الصحيفة قالت إن النادي اللندني رفض عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد للتعاقد مع الدولي البرازيلي. سبورت كشفت أن إدارة البلوز التي خسرت نجمها الأول أيدن هازارد لصالح ريال مدريد لا تريد التفريط بويليان الذي يتبقى عام واحد في عقده، حتى لو أدى القرار إلى رحيل اللاعب بالمجان العام المقبل. نتحول إلى صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية، وعنوان لافت يقول: مانشستر يسعى للاحتفاظ ببوغبا ويعرض عليه 500,000 جنيه استرليني راتبا أسبوعيا. في التفاصيل، فإن إدارة الشياطين الحمر تريد بقوة الاحتفاظ ببوغبا رغم التصريحات الأخيرة التي أبدى خلالها النجم الفرنسي رغبته في خوض تجربة جديدة. الصحيفة أكدت أن مسؤولي يونايتد يستعدون لتوقيع عقد جديد مع بوغبا لجعله اللاعب الأعلى راتبا في النادي براتب أسبوعي مقداره 500,000 جنيه استرليني. نبقى مع أخبار اليونايتد، والتي نرصدها هذه المرة من صحيفة مترو. ماركوس راشفورد يسعى لتوقيع عقد طويل الأمد مع مانشستر. مترو كشفت أن راشفورد وضع حدا للتكهنات حول مستقبله وبات مستعدا لتوقيع عقد جديد يحصل خلاله على 300,000 جنيه استرليني أسبوعيا. خطوة يونايتد تأتي لقطع الطرق على ناديي يوفنتوس وبرشلونة اللذين أبديا اهتماما بضم الموهبة الإنجليزية الشابة في وقت تسعى فيه إدارة الشياطين الحمر لضمان الاستقرار في النادي. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم من جرايد، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.